عندما سئل ألبرت أينشتاين فيما إذا كان يؤمن بالله، قال: أنا أؤمن بإله سبينوزا الذي يتجلى في تناغم الكون، لا الإله الذي ينشغل بأعمال بني البشر ويتدخل في مصيرهم. من هو إله سبينوزا؟ والأهم من ذلك، من هو سبينوزا نفسه؟ باروخ سبينوزا هو مفكر وفيلسوف هولندي من أصول يهودية، عاش في القرن السابع عشر. عائلته متدينة هاجرت إلى هولندا قبل قرن، هربا من اضطهاد إسبانيا بما سميت بمحاكم التفتيش. طرد ولعن من قبل المجتمع الديني اليهودي لتضارب آرائه مع آراء الكتب السماوية، متهما الأديان بأنها خرافة منظمة. جدير بالذكر أن هولندا كانت أرضاً خصبة لمثل هذه الأفكار الغريبة، فبعد انفتاحها وتسامحها الديني مع جميع الأطياف والأديان، لم يكن هناك حائل لأي شخص أن يخاف من محاسبة السلطة لأن عقائدهم غيره. الكل هناك لهم مطلق الحرية في اعتناق ما يشاءون من عقيدة أو عدم اعتناق أي شيء. في الحقيقة هذا التسامح ساعد هولندا كثيراً في استقطاب المفكرين والفلاسفة الذين لم يتمتعوا بالحرية الفكرية في بلدانهم الأصلية. مثال على أهم مفكري ذلك العصر هو ريني ديكارت. لكن ولكي لا تكون هناك أي مغالطات، فالإلحاد بحد ذاته ليس هو سبب التقدم والتطور كما يزعم البعض، بل إفساح المجال لتجدد الفكر وإعطاء الدور للعقل هو السبيل الحقيقي للتطور. بالعودة إلى سبينوزا، فعلى الرغم من اتهامه بالإلحاد، استهل سبينوزا كتابه الأخلاق بوصفه لله، بل كان الله مركز اهتمامه في كل شيء، واختتمه بالكلام عن الحب الإلهي. في كتابه الآخر، مقالات في اللاهوت السياسي، يتكلم بشكل مفصل عن رقم موسى ودور الإلهي في تطور القانون والمدنية. حتى لو كان ملحدا كما اتهم، فلم يكن ملحدا تقليديا، بل كان مفكرا حاول تغيير المفاهيم القديمة، ولم يخرج من تأثير الدين. وعلى نقيض باقي أقرانه من اليهود الذين يهتمون بالمال والتجارة، سبينوزا عاش حياة بسيطة ولم يكن يعير للماديات أي اهتمام، محترفا مهنة صناعة العدسات والزجاجيات، حيث رفض التدريس في الجامعة ورفض معونات مالية من أصدقائه ومعارفه لكي لا يتقيد فكريا لأي طرف. الله لدى سبينوزا هو مركز التفكير والاهتمام. الله عنده هو الطبيعة. الله هو كل شيء وجد ويوجد وسيوجد. وصفه قريب في ذلك من وصف المتصوفة والمعتزلة في هذا الخصوص. وصف سبينوزا الله على أنه مجموعة لا نهائية من الجسيمات والتي تتجمع لتشكل أي شيء. نقارنه من الناحية العلمية بالذرات التي نعرفها والتي تشكل الجدول الدوري. قد يكون هذا التعبير وبهذه الصيغة خداعة بعض الشيء وقابلة للتأويل بعدة طرق. فمن ناحية نحن كمخلوقات وحسب هذا الفكر تتشكل أجسادنا من عدد هائل من الآلهة، وهذا مناف للعقائد السماوية. لكن من ناحية أخرى، المدافعون عن فكرة سبينوزا سيقولون أن أجسادنا بما تحمله من جسيمات ما هي إلا تعبير عن الله وليس الله بحد ذاته. يقول الفيلسوف والأديب الفرنسي جيل دلوز: أنا وأنت وكل شيء مادي حولنا لسنا مخلوقات منفصلة، بل كلنا كائن واحد، نحن من الطبيعة والطبيعة هي الله. اختلافنا هو مجرد أن الطبيعة قررت أن تجسد كل واحد منا بشكل مختلف، طور من أطوار الطبيعة إن صح التعبير. إله سبينوزا مادي بحت ويفتقر إلى الصفة الروحانية ولا تتواجد فيه أي صفة خارقة، وكما ذكر أينشتاين إنه إله لا يهتم بمشاكلك. لكن السؤال الذي يطرأ في البال هو: لماذا أطلق سبينوزا تسمية الله على الطبيعة؟ فهو في نهاية المطاف يحاول إقناعك العكس. قد يكون الجواب المبدئي هو خوفه من معاصريه أو اضطهاد المؤسسات الدينية، لكن هذا رأي غير منطقي. فلمن يتمعن في أعمال سبينوزا يجد أنه دائما يحاول أن يوصف الطبيعة بأن لها جوهر، والجوهر يعرف بأنه ذلك الكائن الذي ليس فوقه شيء. فكل الأشياء لها سبب في التشكل، أما الجوهر فلا يحتاج لسبب لكي يتواجد. وكذلك هو الله، فقد خلق كل شيء لكن جوهره ليس بحاجة أن يخلق. هذا الجوهر هو الذي يتمتع بخصال أو صفات لا نهائية. التسمية الحديثة لهذا الوصف وحدة الوجود أو الإله الواسع، بانثيزم.
على كل حال هذا هو صميم تفكيره، ومن كلامه يستنبط الكثير من الآراء التي يطرحها من أجل إدارة الفرد والمجتمع بناء على هذه الأفكار. بما أن الله هو الطبيعة فهو يفتقر إلى الوعي، هو عشوائي وأعمى، وبالتالي ليس بإمكانه تحقيق العدالة. السببية مرفوضة لدى سبينوزا لأنها لا تأتي من فكر واعي، فمثلا عدم هطول الأمطار أو الكوارث الطبيعية لا تعني أن الله غاضب من البشر، بل هي مجرد عوامل فيزيائية فهمنا بعضها ولم نفهم أغلبها. وهنا نرى أن الفلسفة الوجودية الحديثة أيضا تستمد فكرة عدم وجود السببية من سبينوزا. لا يوجد شيء اسمه إشارة سماوية. بما أن الإنسان جزء من منظومة الطبيعة فمعناه أن الإنسان مقيد بقوانينها، وبالتالي فالإرادة الحرة هي وهم. الإنسان حسب رأيه لا يملك حرية الاختيار، بل هو مقيد في أعماله بما يشاء الله، أو بالأحرى بما تشاء الطبيعة. كون الإنسان بلا إرادة لا يعني أنه كالمكنة بلا مشاعر، فقد أكد سبينوزا أن الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر المتضاربة والتي تحدد شخصيته، والمنطق أو العقل له تأثير ضئيل جدا في تشكيل الإنسان. وعلى عكس الفلسفة الرواقية القديمة والتي تزعم أن الإنسان يستطيع التغلب على عاطفته من خلال المنطق، يقول سبينوزا في هذا الصدد أن هذا الكلام خاطئ، بل الإنسان يخترع مشاعر متضادة لكي يقاوم التأثيرات القديمة. وبناء عليه يقول سبينوزا أن على الإنسان أن يفهم مشاعره ويحلل شخصيته بنفسه لكي يتغلب على مصاعب حياته.